اهلا بيكم كل مشاهدي قناه سيسات في كل مكان، وحلقه جديده من حلقات برنامجنا يلا سياحه. الحقيقه النهارده هنكون معاكم في مكان غنت له الفنانه ليلى مراد بحب اتنين سوا، الميه والهوا. هنكون معاكم في مكان اتجمع فيه كل الاحباب وبقى فيه شاطئ الغرام. هناخدكم طبعا لمكان جميل جدا، اكيد انتوا عرفتوا احنا رايحين فين. هنروح معاكم لمدينة السحر والجمال، واللي بيتميز بيها البحر الأبيض المتوسط، واللي أطلقوا عليها جنة الله في الأرض. هنروح معاكم لمدينة مرسى مطروح، واللي بتشتهر وتتميز بوجود معالم سياحية كتير جدا فيها، من شواطئ لمتاحف لأثار فرعونية أيضا. هنتعرف دلوقتي مع بعض على أهم وأشهر الشواطئ الموجودة بمرسى مطروح، وأول شاطئ هنتعرف عليه هو شاطئ الغرام، وده مشهور جدا لأنه الفنانة ليلى مراد غنت هناك على صخرة أثناء تصوير فيلم شاطئ الغرام سنة 1950، ومن هنا جت تسمية الشاطئ باسم شاطئ الغرام. ومن أكتر الشواطئ اللي طبعا بتجذب السياح وكل الزوار أنهم يروحوا للشاطئ ده علشان يشوفوا صخرة ليلى مراد، وكمان يتصوروا عندها ويتفرجوا على المناظر الطبيعية الجميلة اللي هناك. شاطئ الغرام بينقسم لجزئين، الجزء الأول يتميز برملته الناعمة الجميلة، أما الجزء الثاني فبيتميز بوجود صخور كتيرة جدا على الجنبين. أما عن المية وجمالها فطبعا مفيش أجمل من كده هناك، وعشان كده الزوار كلهم اللي بيروحوا مدينة مرسى مطروح لازم يروحوا شاطئ الغرام ويستمتعوا بكل الجمال اللي فيه هناك. أما تاني شاطئ هنتكلم عنه النهاردة في مرسى مطروح هو شاطئ عجيبة، واللي بيقع غرب محافظة مرسى مطروح على بعد 24 كيلو متر تقريبا، وباين كده من اسمه انه عجيب، وده بيرجع لان لون البحر فيه ممزوج باكتر من لون بشكل متدرج، وطبعا في صخور كمان بشكل جميل جدا على الجنبين، وده اللي بيخلي شكله فعلا عجيب. وكمان زوار كتيره جدا بيجوا، يعني حوالي اكتر من 1000 زائر بيجوا عشان يستمتعوا بجمال الطبيعه هناك ويتفرجوا على الوان المايه المتدرجه وسط الصخور الخلابه. لسه عندنا أماكن سياحية كتير جدا عايزين نتكلم عنها في مدينة مرسى مطروح، ولكن بعد الفاصل. أكيد تقدر تسافر لأي مكان في العالم، بس مفيش مكان زي مصر. فين هتلاقي الأهرامات ولا عظمة آثار الأقصر وأسوان؟ شواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر برملتهم الناعمة وبحرهم الأزرق الشفاف، غير المتاحف والقصور اللي بتاخدك من زماننا ده لزمن تاني.
هتلاقي المطاعم العالمية وهتلاقي أكيد المطاعم المصرية الأصيلة. شوف بقى كمان الود والابتسامة والترحيب في كل خطوة وكل مكان ورا كل باب. حقيقي ممكن تسافر لأي مكان في العالم، بس مع أماكو ترافل هتشوف مصر بعيون جديدة. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، ورجعنا لكم بنتكلم عن اجمل محافظات البحر الابيض المتوسط، مدينه مرسى مطروح، واللي هيكلمنا اكتر عن شواطئها ومعالمها السياحيه ضيفنا اللي بينورنا ويشرفنا عبر الهاتف الاستاذ محمد عيسى يوسف، الخبير السياحي ورئيس لجنه السياحه والاثار عن محافظه مطروح حزب مستقبل وطن، وعضو غرفه المنشات الفندقيه السابق عن سيوه ومطروح. مستر محمد منورنا في برنامج يلا سياحه. اهلا بيك يا فندم، وبتسعدني ان انا اكون معاك للمره الثانيه، وده شيء يعني يتعب قلبي جدا ان انا اكون معاك. بنتشرف دايما بحضرتك، والنهارده طبعا بنتكلم عن محافظه مطروح، واتكلمنا قبل الفاصل مع السادة المشاهدين عن شاطئ الغرام وأيضا شاطئ عجيبة، ولكن احنا عارفين ان في شواطئ كتيرة جدا جميلة بمحافظة مرسى مطروح، نحب ان حضرتك تكلمنا عنها اكتر. ربنا سبحانه وتعالى ان حتى مطروح في خليج او بيت ممتد ب 3 كيلو 700 متر، ده بيحضن المدينة كلها في حضنه. البيت ده بيبدا من منطقه عندنا في مرسى مطروح على شاطئ رومن، مرورا بشاطئ ثاني اسمه شاطئ البسام، مرورا بشاطئ ثاني اسمه شاطئ الليدو، شاطئ العوام، وبعدين شاطئ الليدو، وبعدين شاطئ الكبير، ويعمل كيرف يوصلك لغايه شاطئ كليوباترا وشاطئ الغرام. الشواطئ دي يا فندم ايه ميزتها؟ ميزتها ان الميه بتاعتها متدرجه الالوان ومتدرجه العمق، يعني اي حد يقدر يسبح بعمق مثل مش اقل من 100 متر على الاقل، ليه طول، والشاطئ فيروزي جدا، رملته بيضاء وناعمه جدا جدا جدا، فده بتميز. لذلك انت تلاقي الشواطئ دي اللي هي البيت بتاع المدينه دوت او اللي حاضر المدينه ده بيرتادوا سنويا ملايين الناس، لانه قريب من الناس، قريب من الخدمات، قريب من الشاطئ، وكمان ميته متدرجه بشكل ساحر. غير كده في شواطئ ثانيه جميله خارج المدينه، يعني في دلوقتي حاجه عندنا اسمها الكورنيش الجديد، ده واخد منطقه بعد شاطئ الغرام ممتد لغايه الأبيض 20 كيلو، كل ده شاطئ جديد. أيوة. وفي شاطئ جميل جدا مشهور يعني في الدنيا كلها دلوقتي اللي هو شاطئ ام الرخم، اللي هو اصلا بيسموه مهندس مصر. فاهلا بكل ضيف الدنيا في بلدنا في مدينه مرسى مطروح، دي حتى بيسموها عندنا مدينه الصحه والجمال. ده حقيقي، ده حقيقي، جميله مطروح، ومفيش حد ملوش ذكريات جميله فيها، وطبعا دلوقتي بقت اجمل كمان. عايزين نتكلم كمان عن اهم الرياضات والانشطه البحريه اللي ممكن الناس تعملها في محافظه مطروح، وخصوصا رياضه الغوص، لان في ناس كثيره جدا يعني بتعتقد انه رياضه الغوص خاصه فقط بشواطئ البحر الاحمر، ولكن احنا عارفين ان في نادي غوص كمان في مدينه مرسى مطروح، ممكن حضرتك تكلمنا عنه وعن اهم الانشطه الموجوده هناك؟ طبعا. بص يا فندم، من اجمل الرحلات اليوميه رحلات اليخوت دي، اصلا في مثلا عدد كبير من اليخوت منظمه جدا، واخده برميشن من الجيش، واخده برميشن من البحريه، وبتطلع بشكل منتظم جدا جدا بالكباتي المظبوطه جدا يوميا، بتطلع مع اول ضوء من 6 صباحا لغايه 7 مساء. دي ميزتها ان بتعمل بتعمل وقوف يعني في حته صخريه داخل البحر، سبحان الله ميتها غريبه الشكل، وبتعمل رحلات بتطلع من المينا مطروح العموميه اللي هي المينا جوه المدينه لغايه شاطئ كليوباترا والعوده ثاني. غير كده ان احنا عندنا نادي غوص، بس نادي غوص عادي، ده نادي غوص معتمد دوليا في منطقه عند صخر سيدة مراد ومنطقه شاطئ الغرام. يجي ناس ونادي معتمد ولرئيس مجلس اداره ولاداره كامله، ده بيساعد الناس ان هي تيجي تشوف اعماق البحر الابيض المتوسط، ده
تجملها الغير عادي والطحالب الغير عادية والحياة البحرية أسفل البحر في منتهى 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 جمال، خصوصا منطقة شاطئ الغرام ومنطقة ليلى مراد. أي وأنشطة تانية بحرية كتير ممكن حضرتك تكلمنا عنها؟ طبعا فهمت. احنا من ضمن الحاجات السنة اللي فاتت كان في منطقة العالمين الستة، عارفة دلوقتي منطقة مشهورة جدا كنا بنعمل فيها سباق طوارئ. السنة اللي فاتت برضو عملنا نشاط كبير جدا، عملنا دورات كرة قدم وكرة طايرة وعلى شواطئ البحر، وتم معتمدة من الدولة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة، اللي كان فيها أكثر من 40 نادي مصري في كرة الطايرة وكرة اليد وكرة القدم، وكمان في بين في رحلات عندنا بينظمها الجهاز وعية للناس عن النظافة عن الحياة البيئية والحياة البحرية وازاي تحافظ على البحر وازاي تحافظ على الحياة البيئية. النشاطات دي كلها بصراحة في آخر ثلاث سنين اهتموا بيها جدا جدا جدا. بنتيجة المطروح انت عارفة ممتدة من مدينة الحمام لغاية هذا بتقلوم كل دي شواطئ. اي نعم المدينة عشان مشهورة جدا بسحرها وبألوانها وميتها الجميلة، لكن محافظة مطروح بصفة عامة من مدينة العالمين دي كلها بامتداد 270 كيلو و110 كيلو ثانية يعني 680 كيلو، كل دي شواطئ ساحرة. أيوة. لذلك بيقوم عليها دائما الدولة دلوقتي من ثلاث سنين اهتمت ان تعمل نشاطات غير نشاط انك تروح البحر، يعني العاب وحفلات. السنة اللي فاتت اتعملت اربع حفلات في مدينة عندنا اسمها بورتو برج، بتعمل حفلات بحرية على الرمال بيرتبها كل الناس صراحة. ايوه يعني بقى في حياة بالليل، بقى في حياة بالليل بتبقى البحر، بقى في حياة على الشواطئ بالليل، وده ما كانش موجود قبل كده الصراحة. ده حقيقي، ده حقيقي. مرسى مطروح مدينة جميلة، واحنا لسه عندنا كلام كتير جدا عايزين نقوله عن أهم الأماكن والمعالم السياحية في مدينة مرسى مطروح. توعدنا طبعا يا مستر محمد أنك تكون معنا في حلقة تانية. ميرسي جدا، بنشكرك. عايزين نتكلم يا فندم عن الآثار اللي موجودة في هناك، متاحف وآثار كبيرة جدا. أكيد أكيد. الأستاذ محمد عيسى يوسف الخبير السياحي ورئيس لجنة السياحة والآثار عن محافظة مطروح حزب مستقبل وطن، بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. تحت أمرك يا فندم، وسعيد إني كنت مع حضرتك. ميرسي جدا. مشاهدينا بنخرج مع بعض فاصل سريع ونرجع تاني نكمل حلقتنا، انتظرونا. You can choose to travel anywhere in the world, but there is no place like Egypt. Where else in the world you would stand at the foot of the Great Pyramids of Giza, or get astonished by the monuments and tombs of Luxor and Aswan? Or enjoying the soft sandy beaches and crystal waters of both the Mediterranean and Red Sea? Not to mention time traveling through unique museums, palaces, and castles. It is a foodie's heaven here, with international, regional, and authentic local cuisines and all the fusions between them. And of course, the true warmth, kindness, and welcoming smiles on every face. You can choose to travel anywhere in the world. But with Emeco Travel, you will experience Egypt like never before. قبل ما نختم حلقتنا لازم ناخدكم على مكان مهم جدا ارتبط باسم ملكة مصر الملكة كليوباترا، وهو حمام كليوباترا، لان المكان ده كانت الملكة كليوباترا بتحب تروح تقعد هناك جدا، وفي صخور كتير جدا كانت بتحب تستريح وتستجم عليها في المكان ده. اما عن الحمام فهو مكان موجود
وسط المياه وبيحيط بمجموعة من الصخور اللي فيها فتحات كتيرة بتسمح بدخول المياه من كل الجهات، وبتسمح كمان بدخول أشعة الشمس واللي بتعمل على تدفئة المياه دي. وعشان كده المكان ده كان أجمل مكان للملكة كليوباترا اللي بتروح وتحب جدا الاستحمام في مية البحر هناك، وأيضا تحب جدا أنها تستريح وتستجم فيه. وبكده بنكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا، ولكن ما وصلناش لنهاية كلامنا عن مدينة مرسى مطروح، وهنتكلم عنها كتير جدا في الحلقة الجاية. انتظرونا، وبتسعدنا وبتشرفنا جدا متابعتكم. استنونا الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من حلقات برنامج يلا سياحة.